ومعانا تليفون كابتن محمد فضل. معانا على التليفون كابتن محمد، اهلا بيك في قناه النادي الاهلي والبيت الكبير. مساء الخير. مساء الخير كابتن هاني، بسلم عليك طبعا، بسلم على استاذ سهام وكابتن محمد حشيش. اهلا والف جميل. مبروك لقناه الاهلي، يمكن اول مداخله من بدايه القناه، الف مبروك ليكم ويا رب دايما كده تقدم ونجاح. اكيد ان شاء الله. شكرا لك يا محمد، لكن خلينا نتكلم بكل امانه في يعني من خلال يوم السبت لليوم اللي احنا فيه دوت، كان في بعض الازمه والمشاكل اللي حصلت، مش هتطرق ليها اكتر من هقول ان طبعا احتراما او النادي الاهلي طبعا كيان كبير جدا وبيحترم الاتحاد الكوره وبيحترم اللجنه الخماسيه، وبالتالي كان النهارده كان في لقاء مع محمود كهربا داخل يعني ما بين الجدران في الجبلايه. عايز اعرف من حضرتك ايه اللي دار ونهايه القصه ايه ان شاء الله. الاول كابتن هاني طبعا خلينا، الناس طبعا كلها مستنيه ومنتظره وفي لغط كتير جدا على السوشيال ميديا وحتى في قنوات كتير، فخلينا يعني ملخص الموضوع ان اخ صغير جه بيت اخوه الكبير في وجود استاذ عمرو جناني رئيس الاتحاد، في وجود العميد محمد مرجان طبعا اخويا الكبير اللي بحترمه جدا، في وجود الاستاذ عيد العطار، في وجود كابتن محمد بركات، وطبعا زي ما انا قلت لما حد يجي بيتك ويكون اخوك الصغير اللي انت بتحبه، يعني هو ده على فكره كهربا هو صاحب ابن اختي، يعني كهربا دخل بيت اختي كتير. لا ما هي العلاقات معاكم انتوا اخوات يعني اولا واخيرا يعني. لا الموضوع في علاقات كمان عائليه يعني. لاعب يعني هو دخل، انا بقول لك دخل بيت اختي طبعا واخ صغير وربنا يكرمه ويوفقه، ومش عايزين نتطرق لموضوع. انا بالنسبه لي زي ما قلت لك هو وجوده وقدومه الى الاتحاد الموضوع اتقفل وصفحه واتقفلت بالنسبه لي، وربنا يوفقه في تاريخه طبعا وفي مشواره. خليني اقول لك عشان انا ما بحبش دايما ان انا اقف او نتعرض لمشاكل او نعمل لغطات او لغط في حاجات معينه. مبروك للنادي الاهلي، مبروك لجماهيره، اتمنى التوفيق يوم 4 باذن الله لنادي الزمالك، ويبقى ان شاء الله نهائي افريقي خالص يوم 27. اتمنى ان شاء الله منتخب مصر طبعا يوم 14 و17 لمباراه توجو. موسم كان شاق جدا يا كابتن هاني، كان شاق جدا علينا طبعا تنظيميا، وكان في تفاصيل كثيره جدا فعلا، الديتيلز كانت كثير، سواء احنا كلجنه جينا في تقريبا سنه ولغايه دلوقتي حوالي سنه وثلاث شهور، كان موسم شاق جدا علينا. احنا البلد الوحيده اللي في العالم اللي رجعت الدوري بجميع اقسامه حتى الكره النسائيه والخماسيه. بشكر طبعا مسؤولي الدوله على الثقه طبعا والثقه فينا كاتحاد ان احنا نقدر نعمل كده بالاجراءات الاحترازيه، وببارك على قناه النادي الاهلي، ببارك لجماهير النادي الاهلي بالدوري ال 42 الاستثنائي، وان شاء الله زي ما قلت بالتوفيق للجميع يا رب كده، وتبقى مباراه نهائيه مصريه خالصه تعبر عن نجاح الموسم يا رب. طبعا ان شاء الله منتظرين مباراه نهائيه باذن الله، لكن برضه سؤال، هل في اتفاق؟ يمكن كان بعض وسائل الاعلام بتقول ان حتى على المستوى الجماهيري ممكن يكون في المباراه النهائيه حضور الجماهير ايا كان، اذا كان الاهلي والرجاء او الاهلي والزمالك، هل في تواصل مع الاتحاد الافريقي في هذه النقطه، ولا يعني ما زالت الامور واقفه عند نقطه عدم وجود جماهير؟ لا احنا نتمنى طبعا وجود جماهير، ويمكن احنا كمجلس يعني السيناريو بتاعنا او حتى البوليسي بتاعتنا كانت ان احنا عاوزين نرجع جماهير بعد نجاح في البطوله الافريقيه، وبدانا الدوري سواء في ماتش السوبر او نهائي الكاس كان حوالي حضور 20,000 متفرج، وبعد كده حصل طبعا ظروف الكورونا، كنا بننزل بنرجع تدريجي، حصل ظروف كورونا ابتدينا نعمل اجراءات احترازيه، نتمنى وجود جماهير. هتبقى طبعا لو الكاف على فكره احنا تواصلنا معاهم، قالوا لو في خطه طبيه مقدمه بشكل جيد، هم طبعا دي حاجه تشرفهم ان دي هتبقى اول بلد واول بطوله في العالم اتعملت بعدد من الجماهير، ولكن احنا بتقف عند حاجتين هم دولت الاساس، وهو الملف الطبي، الاجراءات الطبيه طبعا البريكوشنز كلها والنواحي الامنيه. صحيح. باذن الله يا رب ان شاء الله احنا طبعا هنسعى وهنبتدي نكلم كل الجهات ونقدر ان احنا نوفر الملف الطبي. عندنا دكتور محمد سلطان راجل يعني تحمل ما لا يتحمله بشر، هو اللجنه الطبيه، وطبعا بالتنسيق مع وزاره الصحه هندخل مع دكتور اشرف صبحي طبعا معالي وزير الشباب والرياضه، ونحاول ان احنا حتى كمان يبقى طرف لو النادي الاهلي كده كده هو في النهائي، نادي الزمالك لو قدر باذن الله انه يكسب نادي الرجاء هيكون في تنسيق لعدد محدد من الجماهير، هنسعى لذلك.
ولو يعني باذن الله نقدر نعمل اي حاجه في مصلحه الكره المصريه هنحاول نعمل كل الاسباب يا كابتن عيني طبعا، ويا رب. ما هي مصلحه الكره المصريه برضه يا فضل يعني بتقول لنا وبتجبرنا ان احنا نبص للقدام، نبص ان منتخب مصر ان شاء الله مباراه النهائيه في مصر باذن الله تكون مظهر كويس. منتخب مصر داخل على ماتشين مهمين جدا ان شاء الله نكون في ظهره، لكن كمان خلينا نتكلم ان المشاكل اللي فاتت دي خلاص يعني احنا مش هنتكلم. وانت زي ما قلت يا محمد انتوا اخوات اولا واخيرا، عندكم علاقات مع بعض بشكل جيد على المستوى النفسي. كهربا على فكره لعيب كبير ولعيب مميز ولعب كاس عالم وفي اعلى مستوياته، ويعني مش هقول زي ما انت قلت ان كهربا غلط، مش هقول مين اللي غلط ومين اللي ما غلطش لان ده موضوع واتقفل خلاص. احنا مش في جدل مين اللي غلط، لان انا في اعتقادي الشخصي كهربا ما غلطش، لكن مش هنخش فيها. لكن انت اخ كبير حضرتك. حاجه على الموضوع ده، اتفضل. زي ما قلت لحضرتك، اما اخ صغير يجي البيت اخوك كبير. طبعا لا، بص انتوا اخوات يا فضل، ده ملخص الموضوع. ده صح، مظبوط. الموضوع ده مش انا اعتبر الموضوع من هنا اتقفل، ومحمد فضل وكهربا اخوات. في حاجه بس عاوز اوضحها لحضرتك. اتفضل. وجودك يعني طبعا ان كان اول مره في تاريخ الكره المصريه ان يبقى تسليم الدرع من داخل الملعب الاحتفاليه بالتنظيم الجيد. صحيح. بالشكل ده في ظروف الاستثنائيه، خلي بالك انت بقى فيه، انت بتعمل تيست طبعا، بتبقى فيه البي سي ار بيتعمل قبل المباراه، فتبقى انت مظبط ومنسق. احنا كنا منسقين مع العميد محمد مرجاني البروتوكول ومين هينزل، وطبعا الحفاظ على سلامه اللعيبه والاجهزه. فخلينا زي ما بقول لك دايما نبص للجانب المضيء. طبيعي. الجانب المضيء هو اي حاجه. الجانب المضيء دايما يا محمد، مع عدم عاطل كلامك، احنا بنقول مبروك للنادي الاهلي، احتفاليه رائعه، التنظيم كان الى حد ما ممكن يكون احسن، لكن الفرحه كلها وفرحه جماهير النادي الاهلي وفرحه مؤمن زكريا وفرحه كابتن محمود الخطيب وفرحتنا ان شاء الله كلنا بقى مع التاسعه ان شاء الله يوم 27 نوفمبر. البطل يا كابتن هاني والمنتخب اكيد. انا قطعت حضرتك. لا اتفضل. ان انا يعني انا بحب طبعا، يعني خليني اوجه الكلام ده للاستاذه سهام. اتفضل. يعني طبعا زوجة كابتن مؤمن زكريا وحاجة ست أصيلة مصرية جدعة طبعا، ربنا يا رب يصبرها على الابتلاء ويرجع لنا أحسن من أول بإذن الله. وطبعا مؤمن هو هيفضل بطلنا لغاية ما يرجع بالسلامة، كان هو البطل بتاع الفوتو في شركة منتخب مصر، البطل في تسليم درع الدوري بإذن الله. إن شاء الله أي تواجد ليه هنحاول نعمل أي حاجة هو يبقى هو مبسوط وسعيد. أنا حسيت إن الفرحة دي على وشه، والوقت تسليم الدرع كان هو مبسوط قوي، وكانت على لسانه جملة واحدة، كلمة الحمد لله. وطبعا يعني بص، مداخلتك دي على راسنا طبعا، إن أنت كمان في قناة النادي الأهلي، فأنت أخ كبير زي ما أنت قلت، وبنشكرك شكرا جزيلا جدا يعني. ميرسي جدا على مداخلتك. شكرا يا فضل. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.